فاطمه واش دايره الكيد؟ نو واخا تفضلي يا فاطمه حنا تنسمعوك. اوكي نقدر نعاود لك ملي كنت ملي بدا المشاكل ديالي. تفضلي تفضلي فاطمه. ملي كنت عندي 6 سنين انا ماما مطلقة عليا، طلقات عليا من كانت عندي عام. اها اوكي بابا كيمشي للطاليان انا وكل شيء، مهم مشاكل عائليه. اها بابا خلاني مع ماما وكل شيء. بابا كيمشي للطاليان كيعيش الطاليان، حياته عاشها كلها في الطاليان. من وصلت عندي 6 سنين هو بحاول يديني، انا اللي ما بغيتش لان ما عمرني شفته ما عمرني عرفته. ما عرفتش هذيك الكلمه ديال راه ماما مطلق عليا، ما كنتش كنعرف شنو هي، حيت انا جدي كنت كنقول ليه با كنسحبه هو. يعني كنسحبه هو الانسان اللي ولدي انا. واش ممكن ديري الكيت؟ ممكن ديري الكيت اللي عندك؟ عندي ولكن ما عرفتش نجيك الصراحه. انا دابا نعسه في السبيطار. السبيطار واخ واخ نحاولوا. خدي راحتك عيب شويه عليك. علاش ما نقدرش نغط حيت يلا دابا شويه عليك. او الله يشافيك يا رب. قبل ما نسمعوا القصه الله يشافيك ويعافيك يا رب. واحد دقيقه نحاولوا نحاولوا نقدوا الصوت من عندنا. فاطمه نعم. واحد دقيقه نبدل هضري عافاك باش نشوف الصوت اللي غيجي مناسب. دابا كتسمعني مزيان؟ نشوف الناس الاخوان هذا الصوت واضح على ما اظن. شي عافاك شي جمله فاطمه عافاك. دابا كتسمعني مزيان؟ على ما اظن دابا مزيان ياك الاخوان. اوكي على ما اظن مزيان. ولا نخلي غير غير ما فيها شويه الاخر يمكن ما عرفتش. اول مره غني نعاود، اول مره غني نحكي في قلبي يمكن. واخ خدي كاع راحتك حنا تنسمعوك. وشوف الا ما قديتيش تعاودي خليها مره اخرى، صحتك هي الاولى. لا ما عندي حتى ما عندي حتى شي مشكل. عافاك الا خليتها مره اخرى ما عمرني غادي نعاود. تفضلي الحلقه ديالك. نقدر حيت مع في السبيطار، هذا علاش نقدر نكون مع ماما وما عرفتش. هذا علاش بغيت نعاود يمكن. خدي راحتك. جا بابا وجاب لي الاوراق باش يديني معاه، حاول باش يطلب من ماما تضرب لي على الدعوة بأن ماما كتاخذ النفقة. قالوا راه ماما ما قالت لي واخا، قالت لي أهم حاجة هو تاخذ بنتك وديها لأن بنتك ما بغيتهاش تبقى ضايعة هنا في المغرب، حيت ماما كتخدم غير في الموقف في الفلاحة. الأم ديالها متوفية ما عندهاش خوت، ظروف صعيبة. قالت لي على الأقل نقود غير بنتك. ملي مشينا قدام القاضي انا كنغوت وكنقول لهم بان ماشي بابا وبان ما كنعرفوش، وفعلا ما كنعرفوش. اوكي دازت المرحله وكل شيء، بابا تعصب وسرق لي الاوراق وكل شيء. شكلك في عمرك ديك الساعه كان عندي 6 سنين. مهم صافي دازت المده. ملي ولات عندي ديك 7 سنين 8 سنين بديت كنعرف، وماما ولات كتهضر ليا بنتي ما بغيت كيستعد بيا سيري تقراي سيري ديري. اوكي قلت لماما واخا. دابا ماما الحمد لله قارية وواعية وعارفة شنو كدير. دابا هي تفاعلت معايا قال لها غتضربي لي على النفقة وانا غدي بنتي، يعني هو ما بغاش يديني مجرد حب ولا باش بنتو تعيش معاه، هو مجرد غير باش تضرب لي على النفقه. يعني هو بغا غير باش يديك على ود النفقه باش ماما تضرب لي على النفقه ويدير داك الشيء اللي بغا ومن بعد يرزعني. المهم ماما قالت لي واخا نضرب لك على النفقه. ماما اسند لي غير ما فقا باش ديني للطالين، ما ضربتش عليه على اللسانه. هو كيسحب ماما ضربت لي على اللسانه. واخا المهم مشيت لطاليان عندي اخويا شي 10 سنين هكا. نهار مشيت نهار الاول بداو المشاكل. تخيل عندي 10 سنين مع مرات الاب.
خوتي من بابا الأب ديالي. يعني فاش مشيت بدات كتطلق في الهضرة بزاف ديال الحوايج. أنا الحمد لله ما درتش. شكون هادي الحمد لله صافي الهضور مرات بابا. يعني أنا مشيتي للطليان وعتعيشي مع مرات باباك. نهار الأول أول دخلت للدار عندهم بدات بالهضرة بالمعاني كتقول واليوم راه عندنا الزيد وما غيعرفوش كيفاش ينعشوا وما غيعرفوش كيفاش يدخلوا بزاف بزاف ديال الهضرة. فهمتي؟ المهم واخا ماشي مشكل. دس أخويا واحد المدة يعني الصراحة معنا محتاج الحنان ديال الأب. قد ما بابا تقرب لي وعنقني كنحس بشي حاجة. يعني داكشي كنقول داكشي اللي غيقدر يضيع لي من ماما وهذا غادي يعوضوا لي بابا. حيت ماما ديما هضرت لي على بابا زوين ما عمرها تخيب. انا كنصحاب بابا كيتقرب مني كانني بنته. ولكن راه العكس. كيفاش دابا ما فهمتش؟ يعني فاش كنتي عنقك يعني فاش كنتي عنقك ما كانش عنقك مثلا كبنته. انا كنت كنصحاب كيعنقني كانني بنته ولكن هو كان العكس عنده. بحالش ما عرفش ما نقدرش نوضح لك اكثر اخويا. الصوت راه مبدل وكان كيفكر في حوايج اخرين. الصوت ديالك راه مبدل بعدا ما كاينش لا يعرف الصوت ديالك بعدا. نو ماشي قد تعرفوني. شوف اخويا شوف عس ظروف خيبه اللي انا عندي 26 عام الحمد لله كنت كنفكر في الانتحار ولكن دابا عندي بنت ما كنفكرش في الانتحار. واخ كنتمنى حياتي تطور. المهم ما لا كان اخويا كيعنقني كان كيبقى يتلمس ليا في ظهري كان يدخل يده مع السروال. انا صافي كيفاش كيدير هكاك. شحال كانت في عمرك؟ عندي 10 سنين. وانت راه ما كنتي فاهمه والو ديك الساعه. انا قلت لك كنتسنى الحنان ديال الاب يعطيني. واش عمر شي بنت غادي تفكر بان الاب غيدير معها هاد الحوايج؟ مستحيل. 10 سنين ما غتكونيش فاهمه اصلا. ما كنتش عارف بزاف ديال الحوايج. بزاف ديال الحوايج. اوكي المهم كل ليله هكا. واحد الليله قال لي شوفي كنت دخلني نقرا وراك عارف هنا في اوروبا خاص ضروري كتمشي تقراي ماشي بحال المغرب ضروري كدي معك شي حاجه فلوس الماكله تشربي القهوه فهمتي ضروري خاصك مع العشرة تاكل شي حاجه. عرفتي شنو قال لي؟ قال لي انت راكي عزيزه عليا انت بنتي وراني تحرمت منك. وقد ما هو كيقولوا انا كنحس بشي حاجه داخل في قلبي. يعني الاب ديالك كيهضر معاك واش فهمتي؟ عرفتي شنو قال لي؟ قال لي نعطيك اللي بغيتي ولكن ديري معايا داكشي اللي باغا انا. قلت لي واخا على نيتي حتى انا نعطيك اللي بغيتي ودير معايا داكشي اللي بغا هو. ولكن هو مجوج ديك الساعة لا مجوج وعنده جوج وليدات. انا قلت لي واخا يعني انا كدير ندير معايا ما عمرني فكرت داكشي اللي غادي ناوي هو. واش فهمتي ابدي انا راه بابا شنو يا بابا راه بابا. قلت لي واخا عرفتي ديك الكلمه ديال واخا خويا ما بغيتش نخسر الهضره. لا ما كاين لا هذا علاش هذا شوف ما نقدرش نوضح لك اكثر من هكا. غير شوف غير معني لانك شوف كاين معنا امهات كاين الناس اللي تيتفرجوا في اللايف ومع عائله غير معني. وقف وحيد سروالو وقال لي فهمت ما عرفتش. لا 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 انا عاود لك واخا نعس متكي واقسم بالله الا كنت رعد اقسم بالله الا كنت رعد.
الله شنو نقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله. واش شوف يعني لو كان كان طبيب نفساني عالجني وحيد مني جميع هاد الامراض اللي فيا، لو كان درته اول وحده درته نفساني وكان مستحيل. هادشي كان شفاه مع 10 سنين هذيك الساعه، من 10 سنين كيحيد سيروا لك يقول لك ديري فمك. اسمح لي خسرت الهضره. لا ما نقدرش. بكيت ومشيت للدوش وشورت عليا وخفت شوية، ولا كيقول لي راه غير كنضحك راه غير بغيت نجربك. واقع كل نهار نفس الحاجة، كل نهار نفس الحاجة. واحد النهار قلت علاش ما نلوحش راسي مسترجم، يعني ما كاينش اللي غيطيقني، غايقول راه غير محرصها ماما، راه غير بغا ندير لهم المشاكل. اشنو غادي ندير؟ لما غنعاود تو واحد ما كاين حدايا، تو واحد في عائلة ماما ما كاين حدايا. واخا خويا ماشي مشكل، دازنا ديك المرحله درت 6 شهور في طاليان، بغيت مرات بابا غادي المغرب ويقول ليها سيري غير انت وخلي معايا وفاء. انا قلت لي لا، بغيت نمشي حتى انا المغرب. واخا مشيت المغرب، جينا لطاليان، رجعنا تحولنا من الدار. قبل ما نتحول اخويا اسمح لي، من الدار الدار اللي غنتحول ليه حيت كان ساري الدار، وهو كان كاري وشرى الدار. قبل ما نتحول للدار اللي شرى ليها قال لي يلا نوريك الدار. واخا مشى سدني صحة، دار فيا داك الشيء اللي بغا. هذا بابا اهو يعني نحر الخوف ضحكت بلاشي ما يعني تا الشرف. نعم وش يعني تا راني كتبت لك اخويا ميساج، يعني الاب اللي يدي لك شرف شنو كتسنى من العبد يعني الاخر. ده شرف تا هو واش عندك ديك الساعه درت 11 عام بحال هكاك. اوكي الو شنو قلت غادي ندير؟ غادي نوض نعاود الخو اللي هو عمك. عاود الخو وبكيت عليه وعاودت ليه كلشي وقلت ليه عافاك، يعني استرني وعاودت ليك ودير لي شي حل. خو قال لي اش غدير؟ نسكن عندي الدريه. بابا وافق قال لي واخا، ولكن بابا مازال طامع. انا ما قادراش نعود حيت ما عنديش اشنو غندير، ما عندي لا لغه، 11 عام ما عارفاش فين نمشي فين ندخل فين نجي، ما عارفاش. عاودت لخو انا بغيت خوه باش يساعدني استقم استغلني اكثر من اخوه اكثر من بابا. واخا خويا مهم سكنت مع اخوه، خرجوني من المدرسه. مرات بابا قالت لي خرجها من المدرسه، لاش غادي تبقى؟ غادي تفهم اللغه، غتولي باسله، غتولي تلبس، غتولي دير، غتفعل، غترك. خرجت من المدرسة وليت كندير أي حاجة باش نرضي غير باش ما تجينيش المشاكل. مرات بابا كل مرة كتقول لي نوضي يدي كولي راه كنتي غير جيعانة، كتطلق عليا الهضرة وكلشي كنصبر كنقول ماشي مشكل. كتخرج كتخلي لي ولادها نحديهم، كتمشي الدور حتى كتقنع عاد كتجي، وأنا كنجمع الدار وكلشي. ولما لقاتني الجامعة كتجي تعيرني وكتجي تبقى تقولي في الهضره، وانا كانت ماما عزيزه عليا وقد ما هي كتعير يا ماما قد ما انا كنبغي ندير شي حاجه في راسي. المهم اخويا بابا مشاو تحولوا للدار، عمي سكن تحت بابا سكن الفوق. سكنت انا مع عمي، يعني سكنت غير انا وعمي بجوج. قلت لعمي جيب مراتك، واخا جابها من المغرب، جابها لطاليان، الريحات كل شيء. مرات عمي يتفق هي ومرات بابا جوج عليا انا. دوك يديروا داك الشيء ديال السعواده بزاف ديال الحوايج، لدرجه دخلت كوما. خمس سوع وانا في كوما. مهم واحد النهار عمي قال لي يلا نمشيو نتقداو، حتى هو دار نفس المشكل اللي دار بابا وهددني. يعني انا مشيت حتى نعود تقدر يدير فيا ما بغى
شكلها شحال من السعر يعني دار حتى هو نفس هذاك الشيء اللي دار يا بابا حتى هو داروا ليا. شحال كانت في عمرك؟ كانت عند اخويا شي مهم طلع في 12 عام هكا ما كملش حتى شي شي عامين بحال هكا وقع ليا شي كامله الستوري ما عرفتش غادي نعود ما عرفتش شنو غادي ندير. وانا عائله بابا خيبه بزاف وسعواده بزاف لدرجه اخويا وليت قابل نتزوج بعمي ديرها وليت قابل انا نتزوج بعمي لدرجة وليت أنا بغى نتزوج بعمي. كيفاش بتزوجي بعمك؟ خليني نكمل لك وغادي نوصل لك بلا الهضرة. واخا بحال هكا ما تقول كل شيء. واخا المهم عمي ولا خايف لنعود كيف ما عودت على بابا. مشى خويا المغرب مشيت معاه هو عمي سعود بزاف 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 خدام غير بالسعودة. ما عرفش اخويا شنو وقع حتى وليت نافره ماما بقيت حامله ماما وليت باغا البلاصه فين كاين عمي بغيت نكون فيها انا. الا قال لي هزي موش وقتل لي ماما كنهز موش وقتل لي ماما. قال لي ديري الزيف درت الزيف قال لي ما تمشيش ديك البلاصه ما تمشيش ديك البلاصه عرفت شنو المروم شتي الراجل فاش كيتحكم على شي مرا مراتو كيقول لي ما تخرجيش بلا سوال ما تدخليش بلا هاك ديري انا عمي هاكك انا بحال الحماره غادي تابعه انا بحال الحماره اللي قالك كنقول لي واخا مهم اخويا رجعنا للطليان فاش كنا في المغرب وقع هادشي دير فيا ما بغا مهم جينا هنا للطليان ناضت مرات بابا قالت لعم قالت للبابا بغينا بنتك ترجع تسكن معايا علاش ساكنة عند عمك كتشقى له كتجمع له خلي هادشي عندي. جا بابا هبط عندي قال لي يلا طلع قلت لي لا قلت لي لا بغيتي نطلع نفضل تسافرنا المغرب ما بقيتش باغا نطلع عندك حيت عارفه شنو غادي نطلع وشنو غيوقع لي وشنو غيجرى لي بديت هارب ضربني لوجهي حتى صار كل دميات كل دمية. اوكي كيف طلعت عمي عيط البوليس والبوليس وكل شيء بابا طلعني قال لي غادي تقول لهم بانني ما ضربتكش الا قلت لهم ضربتك غادي نتفاهموا. خويا جاوا البوليس كيشوفوا فيا صاب في وجهي عيني زرقاء مناخري كلهم حروت او كيشوفوا قالوا لي واش ضربك قلت لهم اه ما قدرش نخبي قلت لهم اه ضربت هبطوني عند عمي. انا وليت بغيت غير نمشي عند عمي وليت باغا غير نمشي غير عند عمي يعني داك السي اللي دار لي وليت انا باغا غير عمي. المهم شي صافي داز بحال هكاك المده وبابا ويقول لعمي راني باغي نمشي للمغرب يلا نمشيو كاملين. مشينا اخويا المغرب دونا المغرب وما يحيدوا لي اوراقي. شكون باباك؟ بابا كل عمك؟ عمي اتفقوا لي بجوج حيدوا لي اخويا وراقي كنقول لي مهم قالوا لي راه غنريحوا غير 15 يوم داز 15 يوم سيمانه وكلشي شويه ويقول لي عمي انا غادي نمشي نخليك انت ومراتي واحد السيمانه من ورايا بلا ما رخص الطياره وغادي نقطع لكم ونمشي. قلت لي واخا داز اخويا 15 يوم ما قطعوش. مرات عمي ما بقاتش في الدار سولت جدا قلت لها فين هي مرات عمي قلت لي راها مشات عند امها راها تعيد معها. اوكي جات عندي انا ماما قلت لي يلا نمشيو للحمام مشينا ركبنا مع مول الطاكسي اللي كيدينا حنا ديما للمطار ركبنا معاه ويقول لي وفاء اسمو شكون اسمح لي قلت السميه فاطمه علاش ما مشيتيش ستي يا علاش ما مشيتيش قلت لي فين قال لي راني ديت مرات عمك البارح المطار راها مشات لطاليان. قلت له معاه مشات قلت لي قال لي مشات مع عمك واخا تخيل عمي الاخر الكبير اللي كنقولوا فيه عوض والي باهم فهمتي عيطت لي موس ولات وقالت اخوهم الكبير حاج عيطت لي ماما هي تقول لي الحاج الدم اللي بيناتنا واش مرات خوك
كاينه هنا في المغرب ولا مشات؟ راني سمعت راها مشات وقولي حزي حرام عليا. راها كاينه هنا في المغرب، تخيل قال حزي حرام عليا حلف. قلت لي ماما راني امنت والله. واخا المهم خويا خلى الاوراق وفا وسالا وريح 3 سنين في المغرب بلا اوراق بلا والو. ولا كيجي عمي كيتحكم فيا، فين غادية فين خارجة، ولا بحر الزيران عليا، حنيوة فين غادية فين جاية، اللي في طاليان ولا في المغرب هادشي عم طاليان وكيحرش. نعم عمك اللي في طاليان ولا تيحرش عليك؟ عمي اللي في طاليان اللي قلت لك سحر ليا لدرجة ولا باغي يتزوج بيا، هو باغي ينتقم. هادشي اللي كنعاود لك عليا انا راه وقع لبنت عمي. كيفاش ما فهمتش؟ هادشي اللي كنعاود لك اللي وقع ليا انا نفس الطوري اللي كنعاود لك راه نفس الطوري ديال بنت عمي، ونفس الطوري اللي دار بابا معايا انا وعمي بابا حتى هي داروا معاه. لا حول ولا قوه الا بالله، اقسم بالله اخويا. بنت هاد عمك هذا اللي تعداها لك بنته؟ لا بنت عمي اخر اللي كبير. عندي انا 3 عمام. نو عندي انا اللور، عندي انا 3 عمام من غير بابا هو الربع. هذا عمي اللي قلت لك نوين زوج، ربي ما عطاش الدرية 14 عام هو مزوج، الدرية ما عطاهاش. عمي اخر حتى هو حيت هما كاع المرة الاولى كيطلقوها، كتقول لهم جدة ما كنسعدوش بالمرة الاولى، غير كتزوجوا المرة الاولى كيولدوا كطلقهم. كاينه بنت عمي كبر مني دابا راه غادي تكون عندها 28 عام وقع نفس المشكل اللي وقع لي انا. ويا حسره هي راه كبره معاهم، مازال انا راني ما كبراش معاهم حتى لحقت عندي 10 سنين. شنو تدعي عليها هي؟ بابا كل عام هاد عمك هو عمها بابا هو عمها وبابا انا 3 عليهم. ويا الله وسطاوها وحمقوها، سطاوها وحمقوها وصفطوها المغرب بلا حويجة، عريانة جات بلا ما تعقل على راسها وقضتو في المدينة في نواحي حمدي من الليل عريانة، عرفتي مصدقة هبيلة حمقة. بنتهم اللي وصلت لحالة بنتهم. واخا كملي فاطمة الزهراء ونفس المشكل داروا لي حتى انا. يعني هي طرا لها قبل منك؟ قبل مني انا. ودابا ماما اللي صدقت واعيه، ودابا ملي جات كانوا كيقولوا لي حكا لقاوها مع واحد حكا، وهي كانت تقول لي هي ملي جات تعود الحقيقه قالت لهم راه بابا دار ليا وعمي هذا ريا وعمي هذا ريا. ناضوا جروا عليها وداروا فيها ما بغاو وقالوا حكا راح حصلوها مع واحد، بقاو كيطلعوا عليها في الاشاعات. ولكن الحمد لله ربي كبير، هي تزوجات وولدات دابا راه دايره الحجاب وراجلها وكل شيء، ولكن بقى فيها العقد لدابا. يعني متخيص راه باك وعمك وعمك. مهم صافي اخويا قلت لك بقيت في المغرب، حصلت في المغرب ماما شنو قالت غادي ندير. مهم عمي بقى كيتحكم فيا رغم ذلك، كيعيط لي في التليفون كيقول لي تسهر نجي نديك 15 يوم نجي نديك، بقى بحال هكاك. ماما مشات عند المحامي عودت لي قالت لي هاكين وهاكين. شنو وماماك ما كانتش عارفه القصه؟ ماماك ما عارفاش القصه؟ ماما دابا ما عارفهاش. واخا ماما دابا ما عارفهاش. انا يا عودت الناس اللي ما طيقوني، عودت مرات عمي، عودت مرات بابا. انا مشيت عند مرات بابا عودت ليها وقلت لها شوفي راجلك هادر فيه وهادر فيه وهادر فيه، عرفت شنو دارت؟ كتغوت وكتدفي راسها وقالت لهم ها حرشتها عليا وبطلقني على راجلي. يعني في هذا الوقت اخويا الواقع كملينا مع القصه تنوصلوا لهذا المراحل هذا. خليتيها لي في المغرب فاش كان عمك تيتحكم فيك وتيقول لك انا غنجي نديك؟ كيتحكم فيا اخويا غادي كيقول لي غنجي نديك. المهم كيتحكم، مشيت للعرس كيصولي في التليفون علاش مشيتي للعرس. سي خويا المرأة مع الراجل بحال الرجل مع مراته هكاك، ولكن أنا ما كنتش لخاطري. يعني مادام كنعود دابا عاد أنا شوية بشوية الحمد لله تعزت.
فكوش شفتي داك اللي يكون مخدر وما عارفش شنو كيدير بحال هكا كده انا بحال هكا كده انا المهم اخويا كيتحكم فيه بزاف كيجي كيدير الرباط تخيل كيدير معايا الحوايج كأن ديرهم مع مراته مش عارف شنو كيفاش فاش يجي عندك للمغرب فاش يجي عندك للمغرب تيديك كيجي المغرب كل مشي الرباط حيت عنده العائله في الرباط عائلتنا حنا في الرباط تخيل كينعس معايا في البيت انا وياك انني مرات كيدير الحوايج اللي كيديروا مع مرات لا اله الا الله هذا راه عمي قلت بالله العلي العظيم استغفر مهم دازت مدة وكل شيء واحد النهار خويا كنت عندهم عند والديه عنده مامي وعيالات مامي كل شيء من تما غادي نعرف راسي راه انا مسحوره في هذاك النهار كانت اخويا خالتي دايره العرس تخيل خالتي دايره العرس وحرمني ما نمشيش قال لي غادي تمشي تحضري للذبيحه وملي تمشي عند راجلها ما تمشيش عارف المغرب كيديروا نهار العرس وعاد نهار الروح عند راجلها قال لي ما تمشيش قلت لي واخا ماما كتبكي تبكي ماما كتقول لي وفاء فيقي وفاء فيقي وفاء شنو وقع لك هذه راها خالتك فيقي ما فقتش قلت لي صافي قلت لي ذاك الهضرة اللي قال لي فلان هو اللي غندير أنا مشيت عندهم أخويا أنا أخويا سد التليفون كان هضر بحال هكا دخل الفيسبوك هضرة حتى يجيو ياخذ لي التليفون قلعوا لي ما يعرفني مع من هضرة يسد التليفون ويخبطوا لي خبطوا لي وحية السكيدة ويدخل البانيو كان عايز عليك نقول غير عطيني غير السكيدة ما تلوحاش ليا السكيدة راه فيها نوامر وفيها يعني فيها بزاف ديال الحوايج خلي لي السكيدة بقيت اخويا كنغوت وكنقول لي السكيدة وهذا ما حسيتش براسي حتى لقيت راسي في السبيطار في السبيطار شنو ضربك وهذيك النهار بلاتي ضربك ولا شنو اخويا سخفت بوحدي هنا وسخفت بوحدي هي ديك هذاك النهار غنعرف انا راسي راني ما مريضاش وداك الشيء كامل سحر هذاك النهار عندي مهم اخويا عيط طحت خيل طحت من الوحده طحت في المجازة في الكراج في المجازة لو كنت عارفه طحت في المجازة لتحت من الوحده وانا طيحه بوحدي حتى واحد ما جا طلع لي حتى الربع دابا فاش طحت هو كيصحى ملي كنضحك وحل الباب وخرج وملي رجع مع الربعه لقاني فين تحت فين باقا والكشكوشه خارجه ليا كيعاود هو هذا عيط على مرات عمو وخوه وجاو هزوني طلعوني قالوا لي داروا لي الريحه وهكاك فاش نفيق ما فقص داوني على الطوموبيل للسبيطار الكبير السبيطار الكبير خلوني مع 3 سوايع الاربعة من بعد قال لهم الدريه الخطر القلب عندها ولا ضعيف طاقة القلب ضعف خطر عمي اللي هو الكبير فيهم كنقولوا لي الحاج قال لهم غنعيط لامها حيت الطبيب بقى قال لهم تقدر تعيش تقدر ما تعيش الدريه انا راه السحر الدريه مع الطبيب يعني ما تحملش لي داك الجو ديال الطب المهم اخويا عيطوا لماما قول لها وفاء شويه عيانه جي عندها راه السبيطار ماما قالت لي فاش فقت قالت لي ديك الوقت اللي تطحت حسيت بالدقه دقات لي في قلبي عرفت شي حاجه وقع لي غير صبرت راسي جات اخويا المهم هزوني في لابيلاج داوني الخاطر لبني ملال دخلوني اخويا بيت الخاطر قالت لي ماما كنشوفك غير من الجاج كيديروا داكشي ديال الضو باش تفيقي بقيت اخويا مع 3 سوايع على 4 عاد فقت المهم اللي فقت لقيت ماما حالتها حاله مريسة كلها وجهها راسها حويجة كلهم مسرقين فوق منها مقطعين يعني حال تحال مهم قال لها ما تخرج ماما قالت لي ملا نخرج بنتي كيف ما كان الحالة كانت غتموت تموت في داري قد ما أخويا أنا كان بعد على السبيطار وقد ما أنا كيدوجني الحال قد ما أنا كان بعد على السبيطار قد ما كان فيق الحك الدار الحك تعادية بحال ما بحال ما قال لي حتى شي حاجه بزاف ديال الناس يصيفطوا لي في الخاص بان اللايف تيتقطع عافاك كلشي برك على قليب الله يجازيكم بالخير كلشي 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 قليب عافاك باش ما يتبلوكاش باش ما يتبلوكاش اللايف عافاك
باش ما يتقطع عليهمش اللايف وما يتقطع لكمش حتى نتوما. كلشي برك على قليب. كذلك قبل ما نكملوا القصه تلقى واحد البوطون هنا دخلوا برك على بارطاجي في كاع لي جروب اللي عندك وانفيتي الناس اللي عندك. سمحي لي قطعتك فاطمه. نو خويا خذ راحتك. القصه ديالك كمليها فاطمه تسمع. كمل. كمل. صافي اخويا قلت لك ملي وصلت للدار حسيت بشي الراحه. قلت لي داكشي وعادي دوشت كلشي. مع الصباح قالت لي ماما فاطمه نوضي دوشي قبل ما يجيو عندك الناس يشوفوك الحق اسرارنا سمعوا بانك راك مرتي وصيفطوك الخطاك. قلت لها واخا. مع ديك العشره اخويا انا يلا خارجه من البيت كاينه واحد المراه جارتهم وكاينه ماما وكاينه مريحين مقدم على الباب. انا مع ديك الخرجه خارجه اللي كيعودوا ليا هما قالت لي بحال هز شي واحد هزك حتى فوق خطك. طحت عاوتاني غيبت. نضت ماما كتغوت كلشي يدريها واحد السيده حدانا قالت لها شوفي بنتك راه ما عندها حتى شي حاجه كنا غير عيطت الفقيه قرا عليها شويه ما عرفتي منهاش. جا خويا الفقيه عقر عليا قالت لي ماما وليتي كتغوتي واحد الغوت اللي خلعتينا حنا واحد الصوت اللي لا حول ولا قوة الا بالله صوت راجل كتغوتي بيه. ويقول لها الفقيه من احسن ما تقديها عند الطبيب حاولي تسبي ليها وهذا راه غيكون غير الخير وتبعي لها الرقية الشرعية. فعلا تبعت الرقية الشرعية وكل شيء وهذا صفت راسي راه انني يعني شي كامل اللي وقع لي سحر ومن طرف شكون من طرف عمي. ما قلنا والو سكتنا ما بغينا نقول حتى شي حاجه. حنا ولينا ساكتين وصابرين غير باش نجي للطليان يعني ما عندي ما نعود ما عندي ما غنقول وما كاينش اللي يثيقك يعني اللي قلتي لي داكشي اللي وقع لي غيقول راه غير بغا تفرق مرات باها على باها. يعني شنو هو كان انتقامي انا منهم وهو خاصني نرفع براسي ورفع براس ماما ما خاصني شنو هما باغين يديروا لي نفس المشكل اللي داروا لبنت عمي ولكن انا ما رضيتش حاولت نوصل داك المرحله. ماما مشات عند المحامي يعني من صافت داكشي كامل ديال السحر وهذا صافي عرفت بان الناس كيقلبوا غير على المشاكل يعني هي نوات معاهم النيه وكلشي ولكن هما لا. ملي هضرت مع بابا قالت لي دي قال لي على فخيلك ركبيه ياك غير لسانه ضربتي عليها هو شدها الدور حداك ولا ديها تخدم معاك هذا راه بابا. ماما قالت لي واخا ماشي مشكل. مشات عند المحامي قالت لي انا راه ما ضربتش لي على الدواء انا ضربت لي غير يعني سنيت لي غير باش يدي بنتو اما الدواء راه ملي جات ماما لقاتو كتسالو اتصل مني هو جا المغرب ماما مصيفطت ليه العون القضائي ولا ما بحال هكا والمخازنيه باش يشوف مشاو له المره الاولى الثانيه الثالثه عطاو بان الا ما عطاش لماما الفلوس غيبيعوا لي داكشي ديالو حقه السيزي ديالي يبيعوا لي ولا كيعورطوا بماما كيقول انا مزوق فيك انا غندي بنتي هادي. واخا صيفط لي اوراق ريسيفولتا اما الاوراق مشاو ماتوا خليتهم في الطاليه مدفوعين مجيبه غير مشيت اخويا رجعوني من المطار بان الورق وفاوليا ماتوا ما بقاوش. ماما قالت لي دابا قال لها غادي تحرك حرقوهم. واخا صبرت حتى هادي باش نمشي حرق مشيت اخويا حرقه مهم بلا ما نعاود قصتي كيفاش توقعت كيفاش دخلت تسديت حيت دخلت بالمصور سديت يعني ملي سدوني كانوا يحكم عليا بخمسة سنين ديال الحبس بس كانوا يحكموا عليا. عندي حل واحد هو بابا إلا كانوا عنده الورق ديولي كاع الفوتوكوبيا وداك الشيء عندي الحق بأنني ما نسيتش خمسة سنين ديال الحبس. صوريت لك لي بابا وقع وقع قطع لي ضحك 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 عرفت شنو هي ضحك شي واحد كي يتفى فيك ويقطع لي التليفون وكلت امري الله يعني ما عندي حتى شي واحد
الحمد لله معززة، يعني شحال من واحد كتقول لي ما كيطيقهاش، ريحت يومين خرجت الحمد لله. دخلت اخويا للطاليان، جيت بقيت بلا ورق، طلبت قلت لي ساعدني دير لي ورق، ما بغاش، قال لي الا بغيت الورق تنعسي معايا. شكون هذا؟ بابا. لا حول ولا قوه الا بالله. شكون كتسمع من ديك الساعه؟ اللي بغيت عندي اخويا 16 عام. قال لي ديري معايا داكشي اللي بغيت، وما تقولي حتى شي واحد، ولا بغيتي نكري لك ونولي نجي لعندك. تخيل بنت تسمع من بابا هاد الهضره، بنت تسمع من بابا. طفيت التليفون ما بكيتش، حيت حلفت ما بكيش، حيت لو بكيت غادي نعرف راسي، غادي نحطم راسي على والو، على انسان ما يستاهلش. واخا صويت لعمي قلت ليه راني ضغط للطاليان، هواق وهواق. قال لي واخا انا غنطبرك. تخيل، قلت لي غير دبر عائلتي، اخواتي تماما قالوا لي غير دبر، واخا يكون باش ما كان حنا نخلصوا عليه هذا اللي غيكتب عليه وعاود له الورقه. تخيل لقى الاول بغى يكتب عليا وكل شيء، قال لي ما تهضريش معاه، ما تعطيش نمرتك، ما تشوفي، ما والو. كيفاش هاد الطالين غير يكتب عليك وانت ما شتي ما شافك ما والو؟ هو غير كيتفلى عليا. واخا واحد النهار دناني للدار، حاول بغا يدير معايا داكشي. شكون هذا؟ عمك؟ وانا نغوت. عمي. وانا نغوت قلت لي الا قصتيني، قلت لي قصيني من اللي كنت صغير وما كنتش عارفه، لكن دابا الا قصتيني نقلت لك انا نعيط على المخزن، ما عندي حتى مشكل. بدات يضحك، وعرفتي شنو قال لي؟ كبرك السان حتى انت وليدي تجاوبيني. قلت لي واخا. جيت في حالتي، جيت عند المرة اللي سدتني وقامت بيا، ولقيت الخدمة وخدمت بلا ورق. هاد الناس اللي خدمت عندهم مازال خدامة عندهم دابا، خدمت بلا ورق وكل شيء. تلقيت مع واحد طالي يعني هضرت معاه، قلت لي خويا، عاودت ليه كيفاش وقع لي؟ قال لي انا غنتزوج. انا حمارة ما تعاودت لعمي، قلت لي راه يتزوج بيا وكان راني محتاجة شي وراق واش ممكن تساعدني. عرفت شنو دار؟ قال لي عرفيني على الطالي يعني هو الاول ونهضروا معاه ونشوفوا هذا. قلت لي واخا. جا هضر معاه الغد لي طاليني، صيفط لي ميساج يقول لي اسمح لي راني ما نقدرش نتزوج، لان هذا الزواج فيه مشاكل فيه صعوبه. واخا مشات ريحت 3 سنين الاوراق، وكان ضارب وكان خدم بغير باش نسمع الفلوس، نعوض اوراقي بلا ما نقولها لحتى شي واحد، حيت داك الشيء اللي دار فيا بابا خلاني كرهت الناس كامله، خلاني نمد ايدي لحتى شي واحد. خدمت، عانيت، خدمت الخدمة اللي الطاليان كيقولوا فاش كيجيو يشوفوا والديهم وانا خدامة في الخدمة، كيقولوا لي علاش انت يلاه عندك 16 عام وخدامة هاد الخدمة علاش؟ كنجاوبهمش، ما عنديش الجواب، كنضحك وكنسكت. مهم، عقبت اخويا الخدمة اللي خدامة كراوها ناس اخرين، بقيت خدامة معاهم رغم بلا وراق، بحال السيد اللي كره الخدمة مزوج ومطلق، هو يقول لي انت راه ما عندكش الوراق، ما عرفش واش تقدر نسدك تخدمي ولا لا، حيت كيجي الكونترول وهذا. يعني قلت لي حتى انا، قلت لي بابا ماشي مشكل عندي، قلت لي بغيت تخرجني. بقى كيشوف ويقول كيفاش واقع لك، واش تعاود لي عائلتي هنا وكلشي، ويقول لي غادي نساعدك. يعني كنت نسي مساعد، صدق هو اللي مجوج بيا، صدق هو اللي معاود ليه وراقي، ولدت مع دابا بنيه ما شاء الله. هذا السيد اللي كنت غتخدم عنده، اللي كنت غنخدم عنده ما شاء الله. ولكن المشكله اخويا اللي محنو لدابا، وهو السيد اللي مجوج بيا، كل مره كيطعني كيقول لي بغيت نشوف باباك، وعلاش ما كتهضريش مع باباك؟ انا ما عنديش ليه جواب.
النهار قال لي صوني باباك نظر معه كل وخا داس مدة 3 سنين ولا 4 ما تسامعناش وما شفتوش. يا ربي اسمح لي قبل شتو فاش خدمت شفتو فاش عيط لي قال لي بغيت نشوفك وبغيت نطلب منك السماح عرفتي فراح تطيق الحمد لله كيف ما كان الحال ربي راه كيسمح حتى انا غادي نسمح قدر يكون الشيطان مهم كيف ما كان الحال راه والديا اوكي كلي جل عندي جل عندي عرفت شنو قال لي قال لي بنتي واش عندك شي حاجه زعما شي حاجه الفلوس قلت لي بابا دابا ما عنديش علاش خاصك جبت لي 70,000 مغربيه هو يقول لي وراك كتعجبيني اش كاين تخرجي معايا الليله اقسم بالله العظيم الا قال لي هكا رغم النهار كله الليل والنهار وانا كنسنى باش بابا يجي يطلب مني السماح رغم كل ما دوج عليا هو وعائلته كامله دوجوا عليا بزاف يعني انا غير قلت لك داك الشيء ما عاودتش لك كل شيء كاع المراحل والعذاب يعني غير قلت لك باش ما نطولش عليك رغم الشيء كامل قلت بابا مين غنسمح لي راه بابا ولكن من جا واخا جاوبته قلت لي بابا انا بنتك صافي ويضحك قلت لي مهم انا بنتك ما بغيتش بقيت نشوفك قسمي لي وشك ما بغيتش نتسخط منك رغم ان درتي معي داك الشيء كامل كيف ما كان الحال كتبقى بابا انا الحاجه الوحيده خايفه هي ناخذ السخط من والديا كيف ما كان الحال حذر راسو بصو شي عام دابا بالصونيت ليه ولدت بنتي وما عمره عيط عليا وما عمره سول راجلي كل مره كيقول لي علاش ولدتي وباباك ما جاش علاش ما عمر باباك عيط لك كاين سبب حيت انا ما حطيتوش نمرتي حيت انا بدلت النمره ولكن ما نقدر نقول راجلي والو واخا راجلي يهودي وسلم ولكن ما عندهمش هادشي في بلادهم باش الاب ينعس هما راه غير ود الحم مع ود العام يتزوج عندهم حرام هنا في الطالية عاد يقول لي بابا اش ما دار معايا مستحيل لا اله الا الله محمد رسول الله ودي فاطمة الزهراء بعض المرات اش نقول لك ودابا حاليا قلتي درتي شي عملية علاش درتي العملية حلت له يا خويا الحمد لله مزيان دست مزيان بعدا سي الحمد لله اسمسيه شنو نقول لك المهم قصه ما عم نسمعنا بحالها مي دابا المشكل تفضلي دابا صوني طلب بابا بس عرفت ولدت حتى انا ولدت بنية حتى انا ام كنحس بشي حاجه صوني طلب بس نعرفه جمد معايا نفس المشكل نفس الهضره ولكن سجلته بس حتى راسي خويا ما نكذبش عليك ما بقيت كنعس ليل لا نهار كنقول واش ما الغلطه مني انا ما هضرتش واش الغلطه مني انا ما قلتش شنو واقع كنلوم راسي انا درجه ما بقيت كنعس لدرجة مبقيتش عارفة مبقيتش ثقة في الناس لدرجة وليت أنا خايفة من بنتي من باها واش دخل هذا العقلك أي أنا لصفت غير بنت كتضحك مع باها كنقول تقدر تكون تا هي نفس المشكل اللي دار ليا بابا دار ولا تا هي وليت عندي هاكا المرأة وليت هاكا مريضة نفسانية تخيل درك أنا بنتي ما كنقدرش نخليها في الدار بحدها مش انا غادي ندخل يجيها لا انا مرضت هكا حتى لما غادي تعودي وشكون غادي يطيقك حنا ولينا في الزمان اللي كتقولي الحقيقه واحد ما كيطيقك ما بقيتش عارفه راسي بديت كنقول ما باغا حتى شي حاجه من الدنيا بعد مرات كنقول بغيت غير الموت بغيت غير نرتاح بغيت والو يعني حتى انا كنشوف البنات خرجت مع والديهم كيضحكوا كنقول كيفاش الاحساس ديال الاب
اشنا هو الحنان ديال الاب؟ اشنا هو؟ بقيتش عارف. الحمد لله خدام درت فلوس، ولكن ما هاميش. يعني 26 عام دوست اخيب حويج، يعني كون غير اختصبني وجيراننا نقول راه انتقام عائلي، كون غير شي واحد مبقاش فيا الحال. صرف ماشي هو صرف البنت، صرف هو تعز براسه بزاف ديال الحوايج، ولكن ما عرفتش اش نقول لك. ما عرفتش اش نقول لك. لا اله الا الله، بعد المرات اش نقول لك. سبحان الله. فاطمه الزهراء، نتمنى من 13,000 واحد كلهم انهم يديهم معك. الله يفتح لك باب الخير، والله ينور لك طريقك، ويجعل كل ما تبقى من ايامك يا سعاده. مي اش نقول لك.